يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ده ايه اللبقة دي كلها؟ البدلة دي تسوى لها ايه؟ باكو؟ لو انت السادة باكوين هتتعاكس يا سيد المعلمين. استلميني بقى، مش انت اللي قلت نستخبى في النظافة؟ وانا بصراحة عجبتني النظافة. شايفة الجزمة دي؟ 600 جنيه، كنت قاعد مع واحدة من اللي بتعامل معاهم، واحدة نظيفة، لقيت للراجل بيتحكم عليه من جزمته. تخيل يا فتون، 600 جنيه 600 جنيه الجزمة؟ يا معلم يا ابو الجزم يا جامد. جبت البطاقة؟ بطاقة، حلاوة البطاقة وجمال البطاقة. بصي قوليني يا اخويا، دي صورتك. عادل فكري شحاتة. اللهم صل على النبي. ودي سليمة بقى ولا مضروب؟ لا سليمة، بس ملهاش ملف. يعني ايه؟ يعني مفيش حد عنده شهادة ميلاد اسمه عادل فكري شحاتة، ملهاش أصل. طب خد. وبالقبهة دي كلها رايحة عند مين؟ عند إيهاب؟ طبعا، عشان اللي جاي بقى. طب بقول لك ايه يا اخويا؟ استنى البس هدومي واجي معاك، عايز اشم هوا. تيجي معايا فين؟ هو راح القناطر. قناطر ايه؟ طب انا هخرج. هتخرج تروحي فين؟ هتسنجح، اروح في اي حته. هو اي ساعه وخلاص؟ انت عايز تقعدني هنا ليه؟ عايز اطيع 24 ساعه. بقول لك ايه؟ جيب لي حشيش وانت جاي، انا ما عنديش غير سيجارتين. يا مفضوحه يا مفضوحه. خد هنا. الله. هاي، ازيك يا اخويا؟ اهلا. مبروك، يبارك في عمرك ربنا. ايه ده، هو انت بتحب الجري؟ يعني لسه رايح الجيم اهو. الله اكبر، اللهم صل على النبي. فرصه سعيده. انا اسعد يا اخوي. فتون. وانا نائي. اهلا وسهلا. اهلا. ويا ترى انت بقى عايش لوحدك؟ لا، انا والدي. طب اسيبك بقى للجيم. بالسلامه يا اخوي. اتفضلي. سلام عليكم.